السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل بعض الخطوات اللي كنا عم نخطط عليها نعملها بالفيديو السابق. طبعا بالفيديو امبارحة أساس كنت اليوم بدي أحط شو اسمه، بدي أروح أزرع شوندر سكري، مو شوندر، بدي أروح أحصد عشب، وصار لي تقريبا 40 دقيقة أنا عم بسجل مشان أحصد حشب وما لقيت. المهم طلع هون عشب يمكن لازم أزرعه تقدر أحصده، مو مثل هذيك اللعبة إنه تقدر تحصد وين كان موجود عشب. فلذلك طبعا انا خلال التخبيص اشتريت هاي الارض واشتريت هاي الارض، ما استفدت منهم ابدا، وهن اراضي على اساس فيهم عشب. المهم على كل حال اشتريت هاي الارض على اساس فكرت انه فيها شويه مزروعه شو اسمه، بس ما زبطت، او طلعت انه مكتوب عليها انه فيها تربه او ازاله التربه، ما فهمتش معناتها انه ويرتين التربه، لازم نزيد التربه. المهم راح اروح اخذ السياره واروح ابلش هنيك احصد، او ابلش يعني ابرذر الارض. تمام، طبعا الطريق راح نطلع منه من هون، بعدين نمشي نسوي هيك هيك هيك. تمام، انا هاي نروح ونتيسر ونتكل على الشقاب الله. هو اساسا انا بدي اعبي مواد، بس هلا بروح اجيب الدوج تبعتي واروح اعبي لها مواد ونضل جنبها يعني بنورد لها مواد. نعم، شو هاد الهب سيرو. تماما، طبعا الماب كبير كتير وسرعة النمو على ما اتوقع بطيئة، ما بعرف ليش هيك حاسسها، بس المهم خلينا نروح نحطها ونسلمها الارض ونقول نروح اشتغلي. وبعدين هلا بلش اروح اجيب لها شويه سماد، و مشكله السماد اذا ما اشتريته مشكله. تعرف ليش؟ لانه الشوب مكانه صاير مو بنص الماب، صاير على طرف الماب، يعني لو انه بنص الماب كان نص نصيب يعني. تشوفوا على الطرقات هاي، شوفوا شوفوا الدولاب اللي قدامي ما عم يتكبر بالارض. شوف شوف شلون الدولاب اللي قدامي عم بنط. طيب وصلنا وصلنا، امشي وصلنا، خلصنا وصلنا يا باشا. طيب هلا هون مكتوب وينتد ايش يعني بده ليم كمان، نايس. طب هلا بروح اجيب له شوية ليم. خلينا نشغل هاي، بنشتري سماد. طب هاي بروح اجيب التراكتور الثاني، قبل شوي كنت راكبه. راح اخذ هاي، مش كمان عم بشوف هنا طلع سيء ايش عم بدور انا. وخليني اخذ هاي، او اقول لك هي ما بديها، ولا كانت تحطها جوا، بس لقينا ليم ومكان نشتغل فيه الليم، طلع منه ليم نجي ناخذ هاي، بروح نحط فيها الليم لنشوف يزبط ما يزبط، الله اعلم. طبعا اذا ما زبط معناته الارض ما بدها ليم، بدها زراعة، بس اذا زبط والله ما بعرف. خايف يكون المحصول طالع وعم نروحه من ايدينا. هلا بنجرب بهاي الماكينة، زبط زبط ما زبط بروح اجيب الماكينة هاي الثانية اللي تحصد ونجرب حظنا، مع انه مشوار يعني طويل. هنيك ما قبلها، ايوه هون قبلها، فاذا الارض بدها سكيلز. لا 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 لا، وين رحت انت؟ وين رحت؟ لعن حظك، وين رايح؟ وقف
هتدمر الارض معلم. وقف 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 يا حاجي وقف، ورا انت وين 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 وين، دمرت لنا الشغل كله. طب خلينا نشتغل بشغل افقي لانه شكل عمودي ما راح يزبط. المهم خلصنا من السمبوسكا اللي تحت. يعني شوفوا هاي الارض اجباري بدنا نسويها هيك، او في حل اخر هلا بس انحظت في شي تاني عم فكر فيه. لكن هون في مشكلة انه هذا مزروع هون جنب ايش كان، مو شو وندر، مو شو وندر سكر، في شي تاني كان مزروع هذا بقلبه.
طبعا هون انا كنت حاسب حسابي فما عاد مهمة، تعرفوا ليش؟ لانه بينت الارض انه مين مزروعة بالاساس، والدليل هو الكلس. خلينا نرجع ندخلها على الكراج ونخبيها. مصاري عم بتطير مثل الرز، بعرف شو السبب. السبب الكلس. خلينا ناخذ هاي، ناخذها على الارض تبعتي او نحطها بشي كراج من كراجاتي. وين في كراج عندي انا هون قريب؟ والله ما في شي قريب غير ارضي. طب هي اساسا انا هون فوق ما عندي شي اساسا من املاك، خليني انزل حتى جنب البقر. او ايش رايكم؟ بس ما اظن انها تدخل. لا البقر، لا هاي البقر مو غنم، هاي الغنم ميلي. لا البقر تحت. شوف السيارة شو قد منشحة. هون في مكان عجب هنجار، ما اتوقع في انا هنجار عندي هون. لا في عندي هون هنجارات بس ما هي هنجار هنجار، فما بيزبط. تعرف وين الهنجار؟ الهنجار الموجود تحت، مروا اللي عنده علمي موجود ماكينة البطاطا. هنيك هنجار. شوفوا هلا في شغلة رح اجربها هلا قبل ما اسكر الفيديو، ما بعرف اجربها تجريب، يا تزبط يا ما تزبط. عشان واحد من المعامل امبارح شفت كنت عم بقرا فاكتشفت اشي، فراح نجرب عليه. بقولكم بيدخل، اتوقع بيدخل. تعرف ليش؟ لانه دخل التراكس ال ايش اسمه، دخل الهايل وال الراس الصينية دخل. يعني معقول ما يدخل هذا؟ بيدخل كل شغل يعني. بس هو ما في مغسلي، تعالوا نحطها مع المغسل. هون نحطها مع المغسل احسن. بعدين هي سيارة واحدة صغيرة يعني بسهولة بندورها ونطالعها. ما بظن يوصل. انا بس ارجع شوي لورا. ايمن معلم، تعالوا انتظرني لانه طلعتها سهلة وشغلتها كلها سهلة بسهلها. حتى صغيرة شوف. الله اكبر معلم. شوف يا معلم، شوف هلا ايش اسوي.
هو مصيبة على تخبيص هذا التراكتور. يلا عادي بعدين بنظبطه. حلو انا عندي هي كمان، طب روح نحط هي جنبها. والله هي كبيرة يا معلم. قولكم تدخل هاي تدخلوه. هاي كبيرة لازم تطلع وتنحط الطرف الثاني. جميل. وبس وبيكون هون وصلنا نهاية الفيديو، زبطنا كل اشي. ان شاء الله بكرة بالفيديو الجاي لو في شغلة رح اكملها انا بالاوفلاين من دون تسجيل، اجربها اذا زبطت بورجيكم اياها الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.